بس الاسم الكريم أحمد حاج حسين بوك. أحمد حاج حسين، هذا ولدك؟ شو اسمه ولدك؟ محمود حاج حسين بوك. محمود حاج حسين بوك. هو مريض؟ إيش المرض اللي مريض فيه؟ معه سكر وحماض أنبوبي كلاوي. طبعا عمره 3 سنين ونص. العمر 3 سنين ونص. أصيب بالمرض بالولادة ولا لا؟ بعد الولادة، كان عمره 10 أشهر، انصاب بالمرض لهلا. هلا اليوم شو اليوم؟ اليوم يوم ايش اسمه اليوم؟ ثلاثة أربعة. اليوم أربعة. التاريخ تذكر تاريخ؟ لا 12/9. 12/9 2012. تمام. انت نزحت بسبب ايش؟ بسبب اني ما ضل يعني حدا بالسكري، ضرب بيتي صاروخين، لا ضل غرض ولا ضل شيء عندي بالبيت. بيتك طول ما ضل شيء، وقصف نهائيا يعني؟ طول، نزل السقف كله فوق الغرض، والحيطان طبت كلها على الجويري. الحمد لله. الدواء اللي كنت تشتري له شهريا، ايوه، قد سعره؟ يعني حقه شيء تقريبا 7800. 7800 بس المحلول من عدا الحبوب. يعني تقريبا 10000 بالشهر. 10000 ليرة سوري أكثر، يعني براضي شيء 13000 ليرة سوري شهريا. متوفر الدواء حاليا؟ عم تقدر توفر الدواء؟ لا. ايش السبب؟ السبب اني ما في شغل، هي اول سبب. ثاني سبب الأموال، يعني ما في مصاري. ايوه. ثاني سبب ما في، هاي الصيدلية اللي بنجيب منها مسكرة، ما بتفتح طوابت. ايوه، بسبب بسبب الأصل. عليه ألف عفو.